هاي لوحة التحكم في البيت المحمي كامل، تحكم ومراقبة درجة حرارة اللي هي humidity واللقس اللومنس. يعني هاي هنا صار عندنا ظل اللومنس، اللقس المنخفض. هاي بخصوص الستارة، على أساس أنها تشتغل ستارة وتطفي. هاي اللي humidity والحرارة تتغير تمام. هاي صارت الحرارة، الرطوبة 76-80 أنا ماسكة بإيدي. هاي ديمو طبعا نفس الشيء، تقدر من نفس الموقع تتحكم وتزيد وتنقص درجة حرارة اللي بتلزمك البيت المحمي. بتقدر تعمل ثاني سيتينجز تحكم كامل، ونفس الشيء عن طريق الكمبيوتر. احنا هسه جالسين على الكمبيوتر بنعمل باك. هاي اللوحة الرئيسية، هاي اللي هي اللكس حكينا عنه، هاي اللي هي الهيوميديتي، وهاي التمبرشر. هاي مراقبة نفس الشيء، هاي للتسويق تشغيل صبات زراعي بطاقة شمسية بدون بطاريات. بدنا نعمل ضبط، نيجي بنروح هون المضخة، المروحة هاي مثلا، هاي هون هاي 15 فرضا، هاي اشتغلت مثلا، هون الحرارة مثلا 40، هاي طفت طبعا اوتوماتيكلي، بتشتغل مع المضخة وتطفي مع المضخة. هاي عينة برزنتيشن على موضوع التحكم والمراقبة في البيوت المحمية الزراعية أو البيوت المحمية الدواجن.